كابتن سعد، فيوتشر دلوقتي خلاص مع الموسم الماضي بنقول انه فرقه لسه متكونه، لسه اللعيبه بتتعرف على بعض، لسه اللعيبه بتنسجم مع بعض. الموسم الحالي انت الموسم اللي فات وانت بتنسجم وانت بتعمل الكلام ده كله، خد كاس رابطه، وصلت لمرحله هايله جدا في الدوري. الموسم ده طموحاتكم ايه؟ اهدافكم ايه؟ هدفنا يعني على الاقل نحافظ على اللي احنا عملناه، يعني نحافظ على اللي احنا عملناه ما نقلش عليه. ان شاء الله هدفنا المربع الذهبي، ان احنا نبقى موجودين بشكل دائم في المربع الذهبي. ودايما انا بقول للعيبه اللي هيدوق طعم بطولات افريقيا هيحاول ان هو ما يسيبوش. يعني تدوق طعم ان انت تبقى موجود في بطوله افريقيا وتوصل كمان للمجموعات. المجموعات دايما البطوله بتبتدي من المجموعات. ما بين اهتمام بالماتشات واذاعه ماتشات ومؤتمرات صحفيه وقاره كلها مركزه معاك، فبنحاول ننقل للعيبه الكلام ده كله علشان يبقى فيه دوافع وطموح ليهم. صحيح. فالسنه دي ان شاء الله نحافظ على اللي احنا عملناه، نحافظ على المركز الرابع ونحاول ننافس على كاس الرابطه، البطوله اللي احنا خدناها كاس مصر. يعني عندنا كذا حاجه في دماغنا يعني ان شاء الله. صحيح.